ووقفة أخيرة مع أخبار الطقس في هذه النشرة. إلى فاطمة مرة أخرى، تفضلي. شكرا نهى، شكرا ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 12، اسكندرية 18-12، مطروح 18-12، بورسعيد 19-13، إسماعيلية 21-12، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 21-12، العريش 22-11، طابق 22-15، شرم الشيخ 23-16، الغردقة 24-16، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 30-14، أسوان 31-14، الوادي الجديد 31-12، شلاتين 23-14، حلايب 23-15، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.